عالم الحيوانات مليء بالأشياء العجيبة والغريبة، فهناك حيوانات قوية مفترسة وأخرى تحارب من أجل البقاء. وعلى الرغم من أن الحيوانات الضعيفة تكون غالبا عرضة للافتراس، إلا أن هذا لا يعني أنها سهلة المنال، فهي تمتلك خططا وحيلا ذكية تساعدها على النجاة من قبضة خصومها. الحيوانات الغير مفترسة تكون في الغالب عشبية، وتعتبر الأحمرة بمختلف أنواعها سواء كانت وحشية أو عادية من الحيوانات العشبية الضخمة، والتي لديها أسلحة فتاكة تتمثل في فكها القوي الذي يستطيع تهشيم أي جسم، وكذلك أقدامها القوية، فهي قادرة على قتل أي حيوان آخر بركلة خلفية. كما تتميز الأحمرة بقدرتها على التحميل وسرعتها، أما في حالة ما إذا شعرت بالخطر فهي تتحول إلى وحوش حقيقية وتصبح عدوانية للغاية. والدليل أنه تم تسجيل العديد من الحالات لأحمرة تغلبت على حيوانات مفترسة جاءت لصيدها، منها مقاطع فيديو تم تصويرها عن طريق الكاميرا وانتشرت على الانترنت. في هذا الفيديو النادر الذي تم التقاطه في البرية، يظهر حمار وهو يسحق حيوانا مفترسا جاء ليصطاده. المقطع الذي التقطه صاحب مزرعة ظهر فيه فهد ثلجي معلق بين فكي رقبة حمار، بينما كان هذا الأخير يجري ويحاول التملص منه. الفهد الثلجي كان مصرا على إسقاط الحمار لأنه يدرك أن رقبته هي نقطة ضعفه، لكن الحمار الذي كان أضخم وأقوى من الفهد كان يحرك رقبته ويتلاعب بهذا الأخير كما لو أنه دمية صغيرة. الحمار كان يجري كي لا يشعر بالألم، وفي نفس الوقت يحرك رقبته، لعل الفهد الثلجي يتملص ويسقط على الأرض. ومع مرور الوقت بدأت قوى الحيوان المفترس تنهار، عندما أدرك الفهد أن فرصه في النيل من الحمار صارت منعدمة، لأن هذا الأخير بقي يجري وبدأ يحرك رقبته بقوة كي يتخلص منه، وفي نفس الوقت ويضربه برجليه الأماميتين قرر أن يستسلم، حيث أفلت رقبة الحمار وغادر مسرعا. الحمار الذي كان لا يزال غاضبا قرر في تلك اللحظات أن ينتقم من الفهد الثلجي وانطلق يلاحقه، لكن الفهد عرف كيف يراوغه وابتعد عنه. لقد أخطأ الفهد هذه المرة في اختيار فريسته، فهو اختيار حمار قوي لديه قدرة غير عادية على التحمل، لهذا باءت كل محاولاته في إسقاطه بالفشل، وفي الأخير وجد نفسه منهزما في المعركة، وانتهى به المطاف هاربا من الحمار الهائج.